الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعهم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك. اللهم زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واصرف عنا وعن سائر المسلمين كل سوء يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين. ما زلنا في الفصول المتعلقة بباب النكاح، فصل في أحكام القسم والنشوز. والقسم يتعلق بالزوج، والنشوز غالبا يتعلق بالزوج. يبقى القسم ده متعلق بالزوج، لأن يعني الزوج الذي عنده أكثر من زوجة ودخل بهن وجب عليه القسم، لكن لو عقد على عدة زوجات ولم يدخل بهن لا يجب عليه القسم. يبقى القسم يبدأ بالدخول عليهن، لكن لو عقد ولم يدخل لا يجب عليه القسم. والنشوز متعلق بالزوجة، وهي أن تتعالى على زوجها فلا تطيعه في أوامره ولا تمكنه من نفسها إن طلبها، لا يسمى النشوز. يقول المصنف رحمه الله والشارح: فصل في أحكام القسم والنشوز. والأول من جهة الزوج هو القسم، والثاني من جهة الزوجة على الغالب، وإن كان ممكن الرجل أيضا ينشز على زوجته، يعني يتعالى عليها ليعاملها كويس، لكن الغالب العام إذا أطلق النشوز يكون متعلق بإيه؟ بتعالي الزوجة على زوجها، والثاني من جهة الزوجة. ومعنى نشوزها ارتفاعها، يقول لك امرأة ناشز يعني ارتفعت عن طاعة زوجها، وأرض ناشز يعني أرض مرتفعة. والجماعة بتوع الموسيقى يقول لك صوت نشاز يعني مرتفع كده بلا ضابط عن المجموع، فالشيء الناشز هو الشيء المرتفع بلا ضابط من أرض أو إيه أو خلق أو صوت. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، والحق الواجب عليها طاعة زوجها في غير محرم، وألا تدخل بيته إلا أحدا إلا بإذنه، وأن تحفظه في مالها ودينها، وأن تحسن معاملته، وأن تمكنه من نفسها إن طلبها، وألا تتعالى عليه في أي خلق من الأخلاق. الواجب اللي عليه، والواجب اللي عليه إن هو يحسن معاملتها ويرفق بها ويصبر عليها ويقوم على رعايتها. ومعنى نشوزها ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليه. وإذا كان في عصمة شخص زوجة فأكثر لا يجب عليه القسم بينهم أو بينهن، يعني لا يجب على القسم في حالة إيه؟ إن لم يدخل بهن، يبقى إيه؟ لكن القسم واجب. متى يكون واجب؟ إذا دخل بهن، يبقى وجب عليه إنه يعدل بقى بينهم في المبيت. واضح؟ علشان كده بيقول: وإذا كان في عصمة شخص زوجة فأكثر لا يجب عليه القسم
بينهما أو بينهن ما لم يدخل بهن، ده مهم، حتى لو أعرض عنهن أو عن الواحدة فلم يبت عندهن أو عندها لم يأت، لكن مجرد أنه بات عند واحدة واجب أنه يعدل بقى، واضح؟ ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت، يبقى يستحب أنه ما يأخرش بقى الدخلة ويبيت عندهن، ولا يشترط حتى أنه هو الوطئ، لكن يكفي المبيت اللي هي إيه؟ حسن العشرة والأنس، ولكن يستحب ألا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة أيضا، يعني حتى لو عنده واحدة يبات عندها كل ربع يوم يوم ليلهم يوم وليل، لكن ما يسيبهاش كده، حتى لو متزوج امرأة واحدة يبقى الواجب عنده انه يبيت عندها مرة كل ثلاثة ايام. طب ولو يبات عندها كل يوم، يبقى الثلاثة الباقيين مستحب واليوم الرابع واجب، والثلاثة الباقيين مستحب واليوم الرابع واجب، وهكذا. ولا الواحدة أيضا بأن يبيت عندهن وعندها، وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليالي عن ليلة، واضح؟ على اعتبار أنه هو لما يبقى يعني فول أوبشن يبقى عنده أربع زوجات، يبقى مليان على آخره، يبقى عنده أربع زوجات كل واحدة ليلة، فهمت بقى؟ يبقى هي على الرابع، يبقى الراجل ده ماشي على الرابع اللي متجوز أربعة، ممكن يبقى ماشي على الثالث لو متجوز ثلاثة، ممكن يبقى ماشي على الثاني، لكن ما فيش واحد ماشي على واحدة ونص وبعدين ممكن يبقى ماشي على الواحد اللي هو متزوج واحدة. بأن يبيت عندهن وعندها، وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليالي عن ليلة. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة، لما يشرع بقى في القسم يبقى صار واجب، واضح؟ لكن لو لم يشرع في القسم بعد لسه يبقى مش واجب عليه، مستحب، يستحب في حقه. وتعتبر التسوية بالمكان تارة وبالزمان أخرى، أما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد إلا بالرضا. يعني ما ينفعش مثلا انا متزوج ثلاثة متجوز اثنين ما قعدهم في شقة واحدة ما قعدها في شقة الواحدة، يعني ما فيش تسوية في المكان، فاهم؟ الا لو كانوا برضاهم الاثنين دول اصدقاء بعض ومبسوطين، لا احنا عايز مبسوطين في الشقة كده مع بعض، خلاص برضاهم، لكن ما اجبرهمش، واضح؟ لو برضاهم يبقى تنازلت عن حقه. وما ينفعش برضو ان انا اتزوج ثلاثة قعد واحدة في شقة اوضة واحدة، الثانية شقة اوضتين، والثالثة شقة خمس اوض، ما يصح، يبقى نفس المستوى، يبقى قد تكون التسوية مطلوبة بالمكان وبالاساس كمان، دي عندها ثلاجة يبقى دي عندها ثلاجة، ثلاجة نوفروست يبقى دي نوفروست، دي عندها بوتاجاز مش عارف ثلاث شعلات يبقى دي ثلاث شعلات، ما جابش الليلي باجور ودي شمعة ودي بوتاجاز، ما يصحش، كل دي واجب، يعني ايه؟ حتى في هيئة المكان نفسه، خد بالك؟ طبعا اللي يعرف كده هيقول كفاية علينا واحدة ونستريح بقى، والله فعلا لو الناس عرفت الواجبات المتعلقة بباب القسم ده أقول لك يا سلام الحمد لله علينا كفاية واحدة، لأنها مشاكل كتيرة، يعني باب فروعه كتيرة جدا، ووقوعه في الاسم سهل قوي، يعني يبقى واقع في الاسم كده كتير قوي، انما ما يبقى اتجوز واحده يبقى الحكايه سهله، عشان كده وان خفتم الا تعدلوا يعني في القصر فواحده، واضح؟ خد بالك، يبقى تعتبر التسويه بالمكان تارة وبالزمان اخرى. انا بقعد عند دي يوم وليله، يبقى اقعد عند دي يوم وليله، ما اقعدش عند دي يوم وليله والتاني اقعد عند دي نص ساعه، واخد بالك؟ ما ينفعش، يبقى لازم الزمان كمان اللي بقضيه عند احداهن يبقى نفس الزمان اللي اقضيه عند الاخرى. اما المكان فيحرم الجمع بين الزوجتين فاكثر في مسكن واحد الا بالرضا. واما الزمان فمن لم يكن حارسا مثلا، حارس يعني ايه؟ يعني شغله بالليل، يبقى يروح لها بالنهار بقى، لان ده شغله بالليل.
فعماد القسم في حقه الليل والنهار، وأما الزمان فمن لم يكن حارسا، غير الحارس اللي شغله بالليل، عماد القسم عنده إيه؟ الليل والنهار تبع ليه، لأن تملي الناس في الليل بتنام، يروح بيته ينام، إلا إذا كان حارس ده مستثنى. يبقى عماد القسم في حق عامة الناس إيه؟ الليل، والتابع ليه النهار. طب والحارس؟ عماد القسم في حقه النهار والتابع له الليل، لأن هنعرف إن يجوز في التابع ما لا يجوز في العماد في الأصل. واضح؟ هتيجي هتنبني على دي أحكام. فعماد القسم في حقه الليل والنهار تبع له، ومن كان حارسا فعماد القسم في حقه النهار والليل تبع له، ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة. هو على فكرة كان هقول نهارا، هنقول ليه؟ لأنه قال لغير حاجة، لو عايز عبارة تنضبط يبقى لغير ضرورة، يبقى في الإيه؟ في التابع ممكن يدخل عند غير المقسوم لها لحاجة، لكن في الإيه؟ في الأصل مش في التابع، لا يدخل عند غير المقسوم لها إلا من أجل ضرورة، والضرورة غير الحاجة. واضح؟ علشان كده أنا بقول على غير المقسوم لها لغير حاجة، لغير حاجة ما قالش الضرورة، يبقى حقه كان يتكلم على التابع. فهمت بقى؟ عشان كده ولا يدخل الزوج ليلا على غير المقسوم لها لغير حاجة، ينغير نبقى لغير ضرورة، ينغير ليلا نخليها نهارا عشان تستقيم العبارة. فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، يعني زوجته التانية اللي ما عليهاش الدور في القسم مريض، فعد عليها يقعدها، أخبارك إيه؟ اطمئن عليها، قعد معاها ربع ساعة وكأنه ماشي. فإن كان لحاجة كعيادة ونحوها لم يمنع من الدخول، وحينئذ إن طال مكسه قضى من نوبة المدخول لها مثل مكسه. خد بالك، افرض راح يعودها قعد عندها خمس ساعات، يبقى عليه بقى لما يجي عليها الدور ياخد من دورها خمس ساعات يدي عند التانية. شفت قد ايه؟ يبقى اللي متجوز اكتر من اتنين ده شغلانه، ده لازم يبقى منبه، يعني عمليه مش سهله برضه. عشان كده ايه؟ كان مشايخنا يقول لك في ازمان الفتن تكتفي بواحده، كانوا يقولوا لنا كده مشايخنا ربونا على هذا، عشان تقل مسؤوليتك امام الله عز وجل. وحينئذ ان طال مكسه، وحدد طول ايه؟ العرف. انت هتعود مريض بتقعد عنده قد ايه؟ 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، عرفا. زاد عن كده يبقى يقضي ما زاد، يقضي الزيادة. واضح؟ وحينئذ ان طال مكسه قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكسه. فإن جامع، طب افرض جامعها كمان رايح يزورها في غير ليلتها ويا مراته، فجامعها ما عملش حرام ولا حاجة، بس عليه بقى كمان يقضي قدر زمن الجماع، مش شرط جامع التاني لكن قدر زمن الجماع. واضح؟ عند الأخرى فإن جامع قضى زمن الجماع لا نفس الجماع إلا أن يقصر زمنه، لكن لو كان زمن الجماع قصير خمس دقايق كده ولا 10 دقايق خلاص مش مهم، بسيط، ده تبع الزيارة، يبقى لا يقضي، لا نفس إلا أن يقصر زمنه فلا يقضيه. وكلمة يقضيه تدل على أن الزمن واجب إن هو يستوفي لها، الزمن نفسه واجب، لأن أنت لا تقضي إلا الواجب في الغالب الأعم كده برضه. وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر، عايز يسافر وياخد واحدة منه، يعمل إيه؟ قرعة، يقرع بينهم. واضح؟ لأنه لو اختار واحدة الثانية تقول اشمعنى؟ فهمت؟ وإذا أراد من في عصمته زوجات السفر أقرع بينهن، وخرج أي سافر بالتي تخرج لها القرعة.
طيب هو خدها وسافر، قعد معاها اسبوع في السفر، والتانيين متعطلين من القصر عشان البيه مسافر، فهمت؟ لما يرجع يقضي المدد ولا قال لك ما يقضيش؟ لان هي كفايه عليها اللي سافرت، تعبت من عناء السفر، كل ما سافروش قاعدين مستريحين في الرفاهه، فدي مقابل دي، فهمت بقى ازاي؟ لان السفر برضو قطعه من العذاب، فلا تلع عليها الورعه برضو، هي داخت وركبت مع القطر وركبت مع الحمار وركبت مع الجمل وركبت مع العربيه وتعبت، والتانيين قاعدين مستريحين في البيت، فهمت ازاي؟ فمقابل تعب دي مكست مع زوجها اكتر مقابل التعب، والتانيين حرموا من قسمين في فترة السفر مقابل الراحة، وعلشان كده ما يقضيش لما يرجع من السفر، فهمت بقى؟ ولا يقضي الزوج المسافر للمتخلفات مدة سفره ذهابا. طيب فإن وصل مقصده وصار مقيما بأن نوى إقامة مؤثرة، الإقامة المؤثرة اللي هي إيه؟ ما يقصرش فيها الصلاة، يعني هيقعد أربعة أيام بلياليهم كاملين، يعني هيصلي 20 وقت، دي الإقامة المؤثرة، فهمت بقى؟ بأنه إقامة مؤثرة، مؤثرة يعني إيه؟ يعني تؤثر في رفع رخص السفر، فلا يصير مسافرا. بأنه إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصول مقصده أو قبل وصوله، قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوب معه في السفر كما قاله الموارد. أنا هسافر بإحدى الزوجات، بلاش أنا المتزوج علشان ما بشرش على نفسي، المتزوج عدة زوجات، سافر بإحدى الزوجات بعد ما أقرأ عليه، على إنه هيروح مشوار اسكندرية يقضي مصلحته يوم ولا اتنين، والتالت بالكتير هيرجع بيته، كويس؟ خدها معاك الحمد لله، وصل هناك المصلحة مش هتتقضي إلا بعد ست أيام، نوى إقامة، يبقى أقام معها هناك، يبقى لما يرجع يقضي مدة الإقامة مش مدة السفر، واضح فهمت المسألة بقى؟ فهمت هذا الفرع؟ لكن لو راح معاها وقضى المصلحة بتاعته في يومين ورجع أقل من أربع أيام ما يقضيش، فهمت؟ قضى مدة الإقامة إن ساكن المصحوب معه في السفر كما قاله الماوردي. طب افرض ما ساكنش المصحوبة معه في السفر، زي ايه؟ سافروا يحجوا قرعة، حج القرعة أول ما توصل الستات يقعدوا في حتة والرجالة في حتة، يبقى أنت مش مساكن مراتك، مع إن حج القرعة ده بتقعد فيه ثلاث أسابيع، فهمت؟ يبقى ما حصلش سكن، يبقى ما ترجع ما تقضيش بقى الباقي الزوجة، إن لم يحدث سكن، فهمت؟ ده إن ساكن، لو لم يساكن خلاص ماليش قضاء، واضح؟ إن ساكن المصحوب معه في السفر كما قاله الماوردي، وإلا لم يقضي، يعني وإن لم يساكن لا يقضي، فهمت؟ أدي معنى كلام. أما مدة الرجوع، مدة الرجوع من السفر فلا يجب على الزوج قضاؤها بعد إقامته، لأن مدة الذهاب ومدة الرجوع، لأنه كان زمان السفر في الذهاب بس على يوصل مقصده ساعات ياخد له أسبوع، كان طريقة السفر بطيئة زي الوقت، يعني الوقت عندناش مشكلة، مدة الرجوع ومدة السفر بتبقى ساعتين في الطيارة ثلاث ساعات في الطيارة، حاجة ماشي. وإذا تزوج الزوج جديدة قصها حتما ولو كانت أمة، وكان عند الزوج غير الجديدة وهو يبيت عندها بسبع ليال متوالية، إن كانت الجديدة بكرا، اتجوز زوجة جديدة وهو متجوز قبل كده اتنين، دي نمرة ثلاثة جاي، نمرة ثلاثة دي نسألها أنت بكر ولا طيب؟ تقول لك أنا بكر، يبقى له أن يمكث معها سبع ليالي دون قسم مع الآخرين عشان يحصل ألفة بينه وبينها، لسه بكر وجديدة وحديثة العهد بالرجال، فيقعد معاها مدة حد إيه ما يعني تأنسه ويأنسه. طب ولو طيب؟ طيب عندها خبرة بالرجال قبل كده، فكفاية عليها ثلاث أيام، واضح؟ طب زود عن سبعة يبقى يقضي، ما زاد عن السبعة، زود عن الثلاثة في السيب يقضي، فهمت بقى المسألة؟
يعني مسؤوليه يعني، يعني ممكن ايه اما يروح بقى للخصم ده يظبط المنبه، اول ما يرن ينزل جري. خد بالك، والا لو اتاخر شويه هياخد ايه، هياخد من الدور الجاي من قسم دي المده اللي اتاخرها ويديها للي عليها الدور. شفت ازاي؟ يعني معناها عايز راجل مخه دفتر وبالتالي قلتها احسن. فهمت يا استاذ؟ ولا يقضي للباقيات، وخصها بثلاث متواليه ان كانت تلك الجديده ثيبا، ثيبا يعني سبق لها الزواج بعقد صحيح مع الدخول، اسمها السيد. فلو فرق الليالي بنومه ليلة عند الجديدة وليلة في مسجد مثلا لم يحسب ذلك، بل يوفي الجديدة حقها متواليا. هو مع الجديدة هيقعد معها سبع ليالي وأيام متتالية، حقها كده. جا هو بقى راجل كده بيحب القعدة في الجامع، فراح قضى ليلة كاملة في الجامع، يبقى عليه ان هو يديها ليلة غيرها. فهمت؟ مش يخم هو بقى، بلاش يخم. فليوفي الجديدة حقها متواليا ويقضي ما فرقه للباقيات. واضح؟ وإذا خاف الزوج نشوز المرأة، هنقف عند هنا لان ده كده خلصنا موضوع القسم. نحاول نقرا النهارده شويه فيه على قد ما نقدر. يقول ايه بقى الشيخ البيجوري في المساله السابقه؟ فصل في احكام القسم والنشوز، اي كوجوب التسويه في القسم بين الزوجات الاتي في قول المصنف، والتسويه في القسم بين الزوجات واجبة، وإنما ذكر القسم بعد الوليمة نظرا لكون الأفضل فعلها بعد الدخول. الوليمة الأفضل فعلها بعد الدخول، طب والقسم واجب بعد الدخول؟ فليهم علاقة ببعض، عشان كده خلى الوليمة بعدها على طول القسم. يبقى الفقهاء لما كانوا يكتبوا أبواب الفقه كانوا مش بيكتبوها كده بالفوضى، الناس عقول مرتبة. فهمت ازاي؟ احنا اللي علمنا الناس ترتيب العقول، مش يقول لك اول من جاء بالمنهج العلمي في التاليف هو مش عارف بيكون ولا مش عارف ايه. بيكون ايه؟ ده كان بيكون ده لسه جده ما اتولدش. والمسلمين منظمين امورهم تماما. شوف صحيح البخاري بتنظم ابواب ازاي؟ شوف سنن ابن ماجه بتنظمها ازاي؟ شوف سنن الامام مسلم صحيح مسلم متنظم ازاي؟ شوف سيره ابن اسحاق متنظمه ازاي؟ كل دول كان ايام ما اوروبا كانت شويه قبائل رعاع بيجروا بيناموا حيث يبولوا ويتغوطوا وعايشين في الخيام. وفي الاخر نقول احنا اتعلمنا من اوروبا المنهج العلمي. المنهج العلمي شوف انت المفسرين واقرا كده مناهج التفسير عند المسلمين من القرن الثالث الهجري والقرن الثاني الهجري والقرن الرابع الهجري، كانت اوروبا فين؟ مناهج علميه قويه جدا. فكان لازم تلاقي ايه؟ تلاقي فيه علاقة. ليه ابتدى مثلا بالباب ده وجاب بعديه الباب ده؟ ده ليها علاقة مهمة مترتبة في ذهنه عشان ما ينساش حاجة. فالوليمة تجب غالبا بعد ايه؟ بعد الدخول، والقصد يجب بعد الدخول، فناسب ان يجب بعد الوليمة القصد. فيحتاج للقسم حينئذ اللي هو ايه؟ بعد الدخول. وذكر بعده النشوز، لأن النشوز والتعالي على أوامر الزوج تملي يحصل بعد الدخول. قبل الدخول قاعدين الاتنين يعاملوا بعض ويحسسوا على بعض ويضحكوا على بعض. بعد الدخول يبان الطبع الحقيقي بقى. فهمت؟ بعد الدخول والعشرة يبان الطبع الأعوج من الطبع المستقيم. فيحصل بقى النشوز بعد الدخول. واضح؟ فيبقى ناسبة إيه المسألة. وذكر بعده النشوز لأنه يترتب غالبا على ترك القصد. تملي النشوز الست غارب بقى، ميال لدي وبينفق على دي أكتر من تقوم تبتدي تتعالى عليه بقى. فهمت؟ عايزني إن أنا طوعك، طب ما تعدل معايا. تملي ده مترتب على ده، كل حاجة مترتبة على بعضها.
وذكر بعده النصوص لأنه يترتب غالبا على ترك القسم ولقوة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمة واحدة. والقسم بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء، والمراد به العدل بين الزوجات، ومقصود به العدل في المكان والزمان والنفقة وحسن المعاملة، وليس العدل القلبي ولا في الجماع. خد بالك، لأن الجماع ده متعلق بنشاط الإنسان وهو مش ملكه، نشاطه مش ملكه، واضح؟ يبقى مش مسؤول عنه. والميل القلبي ده مش ملكه، ممكن يميل لواحد أكتر من واحد من الزوجات، فربنا مش هيسأله عن إيه؟ عن الميل القلبي، ولا هيسأله ليه جمعت دي وما جمعتش دي، لكن يسأله ليه ما بيتش عن دي وبيت عن دي، ليه ما انفقتش على دي زي ما بتنفق على دي. اسأله بقى ربنا فيما يملك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك، اللي هو الميل القلب. والمراد به العدل بين الزوجات. طب ده القسم. طيب، وبفتح القاف مع فتح السين القسم، يبقى اليمين. قسم هو اليمين. والقسم بكسر القاف وسكون السين النصيب. قسم ايه؟ معلوم، يعني نصيب معلوم، ومنها القسمة لتقسيم الحقوق. وبكسر القاف مع فتح السين اللي هي القسم جمع قسمة، وهي تمييز الأنصباء بعضها عن بعض. والنشوز هو الخروج عن الطاعة مطلقا، أو من الزوجة أو من الزوج أو منهما. قول والأول أي الذي هو القسم من جهة الزوج، أي لأنه واجب على الزوج إن كان، خد بالك القسم واجب على الزوج إن كان إيه؟ بالغا عاقلا. الزوج بالغ عاقل يبقى القسم واجب عليه. طب افرض بالغ مجنون، واجب على وليه ياخده من ايده كده يبيته عند الزوج، فهمت؟ يبقى واجب على وليه. يعني واحد مجنون وليه مجوزه اتنين، يبقى مسؤول الولي ياخده يلقحه عند دي يوم وليله ويلقحه عند التاني يوم وليله، ما لقحوش يبقى كده هو الآثم الولي، لان المجنون غير مكلف، فهمت؟ إن كان بالغا عاقلا، وعلى وليه إن كان صبيا مطيقا للوطء، أو إذا كان صبي مطيق للوطء يستطيع الوطء. والصبي يجوز إنك تتزوجه في الشرع الشريع بولاية الإجبار. طب لو صبي، ما هو الصبي معناه لم يبلغ الاحتلام، واضح؟ يبقى مش مكلف، يبقى الواجب عليه على وليه، واخد بالك؟ يقوم يقول له لا بات عند دي النهارده يا ولد، بات عند دي بكره، ويراقبه. يجوز، وهو طفل حتى في اللفه، سواء كان اصل من شروط صحه العقد الجماع، واضح؟ هي من شروط صحه العقد القدره على الجماع، مش كده. يبقى ممكن اثنين في اللفه، الاب ده يجوز البت دي والاب ده يجوز ابنه للبت اللي في اللفه، ويعيشوا ازواج بعض ويروحوا الحضانه مع بعض ويروحوا يتربوا، واما يكبروا يبقى يتم الدخول لما يكبر، اما يكونوا يطيقوا الجماع لكن تبقى زوجته. هذا في الشرع الشريف، لكن من حيث النظام الحكومي، لان هذه الصور في الزواج بينبني عليها مشاكل كتير، فقوم الحكام لما لاحظوا ان هذه الاشياء المباحه في الشرع ينبني عليها مشاكل في المستقبل قيدوها بسن، فلا بأس. لا بأس من تقييد المباح اذا اساء الناس استخدام الحق، واضح؟ فلا بأس. فالوقت قالوا في حكومتنا ونظامنا البنت تبقى عندها 16 سنة والولد عنده 18 سنة، أقل من كده ما ينفعش الزواج. لا تعترف به الحكومة زواجا، وتعتبره جريمة. واضح؟ يعني مخالف للقانون مش مخالف للدين. مخالف للقانون ليس مخالف للدين. واضح؟ إن كان صبيا، خد بالك، وعلى وليه إن كان صبيا مطيقا للوطء أو مجنونا يمكنه الوطء، وعلى وليه أن يدور به عليهن، كل يوم واخده من إيده يوديه على إحدى الزوجات بتوعه،
خدت بالك؟ لأنه إيه؟ الولي هو اللي مكلف. إن كان له فيه مصلحة كأن ينفعه الجماع بقول أهل الخبرة، فإن جار الصبي أو المجنون فالإثم على مين؟ على الولي. فإن جار يعني ظلم، يعني لم يعدل الصبي أو المجنون، فالإثم على وليه. قوله والثاني أي الذي هو النشوز من جهة الزوجة، أي بحسب الأصل والغالب، لأنه قد يكون من الزوج بخروجه عن أداء الحق الواجب عليه لها، وهو معاشرتها بالمعروف. راجل طبعه أعوج يبقى اسمه ناشز، بيدور عن نكد. مراته طول النهار قاعدة في خدمته وتوضب له البيت والطبخ مربية العيال ومنظفاهم، يرجع من شغله يتلكك لها على حاجة ويتخانق معاها، ده زوج ناشز طبعه أعوج بقى. فهمت بقى؟ يبقى قد يكون نشوز من جهة الزوج بخروج عن أداء الحق الواجب عليه لها، وهو حسن العشرة إذا أدت ما عليها والنفقة عليها. وهو إيه هو الواجب عليه؟ معاشرتها بالمعروف والقسم والمهر والنفقة والكسوة وبقية المؤة، دي واجباته نحو الزوجة. يبقى معاشرة بالمعروف والقسم إن تعددت زوجات، ويديها المهر بتاعها ويديها النفقة بتاعتها ويكسيها، وبقية المؤن من طعام وغيره. يعني مثلا لو عيت يجيب لها الدواء كده، لو راح مشوار يديها ثمن المواصلات، ادي كلها المؤن بقى. مدخنة يجيب لها الدخان. اه والله نص عليها الشافعية، مش اتجوزتها مدخنة؟ خلاص هات لها كل يوم علبة سجاير لحد ما يتوب عليها ربنا وتبطل. تزوجتها وهي لها خادمة خاصة بها في بيت زوجها في بيت أبيها، يبقى لازم تجيب لها خادمة في بيتها، لأن هي متربية كده وأنت واخدها كده، يبقى المؤن بتاعتها بتعرفها من طريقة حياتها في بيت أبيها. ما كانتش بتدخل المطبخ عمرها في بيت أبوها، طول عمرها عندهم طباخة أو طباخ وتقعد كده ايه على السفرة مالكة، عمرها ما غسلت المواعين، ما تعرفش ايه مواعين دي، تقول لها ايه مواعين؟ تقول لك يعني ايه مواعين؟ اه يبقى تجيب لها خادمة، ادي كل دي اسمها المؤن. واضح؟ وبقية المؤن من خادم مثلا، ومن مثلا طعام معين، هي متعودة انها تاكل اكل معين، بتاكل لحمة كل يوم في بيت ابوها، اكلها لحمة كل يوم في بيت جوزها، واخد بالك؟ وهكذا. وقد ذكروه بقولهم ولو منع الزوج زوجته حقا لها عليه كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته هي. طب افرض هي اتنزلت، هي كانت في بيت أبوها عمرها ما كانت تطبخ، لكن هي بتحب الطبيخ، أما اتجوزت قالت له أنا أحب أأكلك من صنع إيدي، خلاص الحمد لله اتفضل بركة يا جاب. واضح؟ لكن لو هي قالت له لأ، انت متجوزني في بيتنا في بيت ابويا عندنا طباخة او طباخ، انا مش هطبخ لك، وانت جاي من الشغل بعدي على المطعم الفلاني هات الاكل اللي هناكله مع بعض، ويرجع الاقي قاعدة على النت وقاعدة مش عارف ايه، تخش مطبخ ولا تعرف الكلام ده. قال انت مش متجوزها من هذه البيئة؟ استحمل بقى، ولا تتأمر عليها ولا تأمرها الا اذا هي تنازلت ورضيت، خير وبركة. فهمت بقى كم من رجال بيظلموا النساء؟ طب لو هي طلبت الحقوق بتاعتها القاضي يديها حقوقها بأمر القاضي إلزاما، طب ما طلبتش القاضي ملوش دعوة، أنا راضي وأنت راضي، طب وأنت مالك يا قاضي؟ طالما مفيش نزاع القاضي ما يتدخلش. فهمت بقى؟ إذا طلبته فإن أساء خلقه معها وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب منها نهاه عن ذلك. تروح للقاضي بقى، ده بيسبني، ده بيشتمني، ده بيضربني، ده يبقى القاضي ينهاه عن ذلك بقى. ولا يعذره أول مرة، والقاضي ما إيه؟ ما يعملوش عقوبة أول مرة. فإن عاد إليه وطلبت تعزيره عزره بما يليق به، ما
ممكن التعزير يبقى تعزير مالي دفعه غرامة، ممكن تعزير قولي يغلظ له بالقول، ممكن تعزير ايه عملي يديله بالقلم على قفاه، واخد بالك؟ كل واحد على حسب ما يليق به بقى. بيعيشوا مع بعض هم بيعيشوا، هنعمل ايه؟ عيشه والسلام. ما هو كل ده جاب بسبب ايه؟ سوء الخلق. ما هو المفروض ان الرجل العاقل ما يوصلش اموره مع زوجته الى هذه المراحل. ده الرجل العاقل، وكذا الزوجه العاقله. ما توصلش الامور الى هذه الدرجه. وإنما لم يعذره في المرة الأولى. طب القاضي ليه ما عاقبوش في المرة الأولى أول ما اشتكت؟ لأن إساءة الخلق تكسر بين الزوجين، والتعذير عليها أول مرة يورث وحشة بينهم، فيقتصر أولا على النهي لعل الحل يلتئم بينهم، وقد يكون من كل منهما، وقد ذكروه بقولهم: ولو ادعى كل منهما تعدي الآخر عليه تعرف القاضي حالهما بخبر ثقة يعرف حالهما بجوار او غيره. القاضي برضه يتثبت من الكلام. الزوجه قاعده بتقول له ده بيضربني كل يوم، يقوم القاضي يسال الجيران، فهمت ازاي؟ اللي قاعدين معاهم، يسال الخادمه اللي عايشه معاهم في البيت، يسال حد تاني قريب منهم عشان يتثبت، لانه ممكن تكون بتدعي عليه. تعرف القاضي حالهما بخبر ثقة يعرف حالهما بجوار أو غيره، ومنع الظالم منهما من عوده لظلمه ولو بتعذير يليق به. يبقى كل واحد حسب مقامه ليه تعذير. في واحد كده يجي بالكلمة، واحد يجي بالنظرة اللي ما تلاقش، واحد تاني يجي ايه انه يديله قلمين، واخد بالك؟ مش على وشه يعني، لان الضرب على الوجه منهي عنه شرعا، واخد بالك؟ على اي حته في جسمه، ويتجنب الاماكن اللي هي ايه الحساس، مش يضربه في اماكن تعمل له عاهه، واخد بالك؟ وكلام من ده. لازم التعذير يبقى كده، ويكون اقل من اي حد. لو كان ضرب يبقى اقل من ايه؟ من 60 جلده اللي هي ايه، او 40 جلده اللي هي حد الخمر، على خلاف انت حد الخمر 40 ولا 80 ولا كده. فإن اشتد الشقاق بينهما، ده كل شوية بقى، كل شهرين ثلاثة رايحين رافعين قضية على بعض، ده بقت مشكلة بقى، اشتد الشقاق. أول مرة قال لهم ما تعملش كده تاني، يلا روح، ما عذروش. تاني مرة اداله كلمتين في جنابه. ثالث مرة اداله قلمين على دراعه. رابع مرة غرامة 50,000 جنيه أو 20,000 جنيه أو 10,000 جنيه توضع باسمها في البنك، واخد بالك؟ علشان ايه؟ ترديها. لا، الامور بقى كل يوم والتاني جايين له، رايحين جايين، ده بقوا ساكنين في الشارع ما بيروحوش بيته، فهمت؟ يبقى إيه ساعتها؟ يبعث حكمين بقى، حكما من اهله وحكما من اهله. فان اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي وجوبا عليه، يعني على القاضي، مش يطلع على طول، لا، القاضي ما يطلعش على طول. واجب على القاضي بقى يبعث حكمين، ربما يبقى في امور داخليه هو مش قادر يستنبطها ولا يعرفها منه، فما يجيب حكم من اهله وحكم من اهلها يعرفوا تفاصيل يقدروا يحلوها، وهم يمكن مش قادرين يقولوها قدام القاضي. واضح؟ فان اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي وجوبا حكمين مسلمين حرين عدلين عارفين بالمقصود منهما لينظرا في أمرهما. ويسن كون حكم الزوج من أهله وكون حكم الزوجة من أهلها عشان يكونوا حريصين على مصلحتهم. ويسن أيضا كونهما ذكرين عشان الرجالة ما بيتفاعلوش، تيجي تجيب حكم امرأة وتقول لها ده بيضربني، ده بيعملني، التانية تبكي عليها وازاي عايشة معاه، يطلقك. ما ينفعش كده، لازم يكون ايه؟ راجل عاقل كده، ما يكونش عنده عاطفة يغلب عقله على عاطفته. زي ما يسمعها يسمع التاني، وما يتسرعش بأخذ الحكم. فهمت ازاي؟ لكن المرأة هتيجي تحكي لها هيقعدوا يعيطوا هما الاتنين ويتشحتفوا، وما تتحلش. عارف يتشحتفوا يعني ايه؟ عارف يتشحتفوا يعني ايه؟ دي كلمة مصري بقى، ايه عبقرية من عبقرية المصري.
يعني لما تيجي الواحد يعيط يعمل كده، تمام، يعمل كده، واخد بالك بالشحت، عرفت بقى الشحتفة؟ ها، لان الدموع بتنزل في القناه الدمعيه على الانف وبيجي له زي زكام، بص ليه، فايه كل ما يعيط يعمل كده يبقى بتشحت، يبقى هتقعد تتعيط تعيط معاه وتعمل ايه؟ تشحت، يبقى بيصن الذكوره في الحكمين، عشان كده عشان لا يبقى في شحتفة ولا في بكاء، قاعدين كده عاقلين يشربوا الشاي يسمعوا المناقشات وياخدوا قرار. فهمت بقى؟ يبقى مش مسألة إن إحنا بنفضل يعني الذكور على الإناث، يعني لا، إحنا عايزين نلصم البيت ومش عايزين نطلق، عايزين ناس عاقلين ما يغلبش عليهم العاطفة يقعدوا يفكروا، لأن ده في خراب بيوت. فهمت بقى؟ ما تجيبش اتنين ستات مطلقات أصلاً يقعدوا يحلوا لك المشكلة، ما هيطلقوها علشان يبقى مطلقة معاهم. فهمت بقى إزاي؟ اوعى تخلي مراتك تقعد مع مطلقات، اوعى. هيفضلوا يحربوا وراها لحد ما يخلوها زيهم. يقولوا لها ايه ده، جاب لك ايه في عيد ميلادك؟ يقول ما جابليش حاجة. يا مسكينة ازاي؟ ده أنا الراجل اللي طلقني كان في عيد ميلاد، طب ما هو طلقك. كان بيجيب لي ويجيب لي. تقوم تقومة على جوزك. وده بيحصل والله في النوادي. سألني أنا. مرت عليا حالات كتيرة من هذا النوع. تبقى عايشة مبسوطة مع زوجها، تروح النادي ترجع ملوية. ليه؟ قعدت مع اتنين مطلقات ادوها الحقنة. واخد بالك؟ خد بالك من هذه الحقن اللي بتتاخد. حقن في الودن. حقن في الودن تصل للقلب. كلام 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 كلام. كل يوم. فده في منتهى الخطورة. وكون حكم الزوجة من أهلها، ويسمى أيضا كونهما ذكرين وهما وكيلان لهما لا حاكمان من جهة الحاكم، على الأصح يعني هل هما حاكمان من جهة الحاكم ولا هما وكيلان عن الزوجين في أخذ القرار؟ في وجهان، وجه يقول لك دول إيه؟ وكيلان عن الحاكم، والتاني الرأي التاني وهو الأصح أن هما وكيلان عن الزوجين. لأن الزوجين رشيدان فلا يولي عليهما في حقهما، وإنما اشترط فيهما ما ذكر مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه، فيختلي حكمه به وحكمها بها، فإن أمكن الصلح بينهما صالحا بينهما، وإن لم يمكن التئام الحال بينهما وكل الزوج حكمه بطلاق أو خلع، وتوكل الزوجة حكمها في قبول طلاق وبذل عوض. قرروا بقى الحكمين الطلاق، يبقى وكيل الزوج اللي هو حكم يقعد مع وكيل الزوجة اللي هو الحكم الثاني يتفق ايه المؤخر بتاعها، طب هينفق على الاولاد ازاي، طب هتسكن فين، طب هيحضر لها، هتبقى العلاقة بينهم ازاي بعد الطلاق، لان هي العيال هيقعدوا معاها وهيبقوا في مصاريف مدارس، طب هيعملوا ايه، ويبتدوا يرتبوا مثل هذا الوكيلين عن المسألة. طب اتفقوا على مقابل خلع، يعني يقوم يتفق قدر الخلع قد ايه، وهيتم سداده فورا ولا كاش ولا اقساط، واخد بالك ازاي، وهكذا. يبقى ايه، كانهم بقى اصبحوا وكيلين زي المحامين اتنين يتكلموا مع بعض. وان اختلف رايهما، طب اختلفوا الحكمين بقى في التفاصيل، بعث القاضي اثنين غيرهما. الحكمين رايحين يصلحوا، ام الحكمين اتخانقوا مع بعض لما عرفوا التفاصيل؟ قال بقى بيعمل فيها ده كله، ده راجل مجرم، وراح مسك في خناقه وايه، ورفع عليه الكرسي عايز يضربه. مش هينفعوا دول يبقوا حكمين بقى خلاص. يقوم القاضي يعمل ايه؟ يبعت حكمين غيرهم. فهمت؟ وان اختلف رايهما بعث القاضي اثنين غيرهما، بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يتفق رأيهما، يا رأيهما على شيء. هذا إن رضي الزوجان ببعث الحكمين، وإلا أدب الظالم منهما باجتهاد واستوفى المظلوم حق. كل دي حاجات متعلقة بالقاضي. قول ومعنى نشوزها أي الزوجة، وقولها ارتفاعها، وقول ارتفاعها عن أداء الحق الواجب عليها، أي الذي هو طاعته ومعاشرته بالمعروف
وتسليم نفسها له وملازمة المسكن، أدي الحقوق بتاع إيه؟ الزوجة تحفظها، كل زوجة تحفظها، طاعته في غير معصية، معاشرته بالمعروف، وتسليم نفسها له إذا طلبها، وملازمة المسكن، يعني لا تخرج منه إلا بإذنه. وإذا كان في عصمة شخص زوجتان فأكثر، أي من الزوجتين كالثلاثة والأربعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن لله وإنا إليه راجعون. لما يبقى عنده يعني أربعة دول هيكبروا عليه أربعة. عرفت ليه بيكبروا عليه أربعة؟ عشان بيبقى عنده أربعة. ربنا ينجينا. وقوله لا يجب عليه القسم بينهما أي الزوجتين، وقوله أي بينهن أو بينهن أي الزوجات في سورة الأكثر، والمراد أنه لا يجب عليه القسم ابتداء يعني بمجرد العقد يعني. أما لو بات عند واحدة منهما يبقى دخل أو منهن وجب عليه إتمام الدور فورا للباقيات. واضح؟ بقرعة وجوبا لمن بعد التي بات عندها، وبين الجميع في الدور الذي بعد تمام الدور الذي تعدى في ابتدائه. قول حتى لو أعرض أي فلو أعرض إلى آخره، فهو تفريع على قول لا يجب عليه القسم، وقول عنهن الزوجات، وقول أو عن الواحدة أي أو أعرض عن الزوجة الواحدة، وقول فلم يبت عندهن ولا عندها عطف تفسير للإعراض عنهن أو عن الواحدة، فالمراد من الإعراض ترك المبيت، وقول لم يأثم أي لأن المبيت حقه فله تركه ابتداء أو بعد تمام الدور. يعني أنا الوقت متجوز، مش أنا بقى واحد متجوز أربعة، كويس، بات عند دي يوم وليلة ودي يوم وليلة ودي يوم وليلة ودي يوم وليلة، كمل الدور بتاعه، ليه بعد كده يقعد في البلوكان ده يستريح منهم شوية؟ فهمت ازاي؟ لأنه أتم الدور، كل واحدة خدت ليلتها ويوم، يبقى هو عدل أهو. يجي هو بعد كده بقى إيه؟ يقعد له يومين ثلاثة أربعة، يقعد لوحده كده ياخر. فهمتني ازاي؟ يعني مش لازم على ولا يعني برضه يقول نفسه، فهمت؟ لكن ما يجيش في وسط الدور يقول لك اريح مفيش راحه، ده يجي فورا، فهمت؟ لحد ما تكمل الدور. الدور ده زي الدوري كده، مواعيد واضحه، فهمت؟ ايه؟ هل حتى اربع ايام برضه؟ ايه دي؟ لا براحته، لكن يستحب انها ما تطولش بقى عن اربع شهور، والا يبقى ايلاء بقى، فهمت؟ لان المبيت حقه، فلو تركه ابتداء او بعد تمام الدور، خد بالك بعد تمام الدور مهمه دي، بخلاف ما لو بات عند واحده فانه يجب عليه اتمام الدور كما مر، ولكن يستحب الا يعطلهن من المبيت، ويستحب له أيضا أن يحسنهن بالوطن. وقوله ولا الواحدة أيضا أي ولا يعطل الواحدة أيضا، وقوله بأن يبيت تصوير لقوله ألا يعطلهن مع قوله ولا الواحدة أيضا. وأدنى درجات الواحدة ألا يخليها كل أربع ليال عن ليلة، أي اعتبارا بما عنده أربع زوجات، فإنه إذا قسم بينهن لا تخلو كل واحدة عن ليلة من كل أربع ليالي. قول والتسوية في القسم، محل وجوب التسوية في القسم بين الزوجات إن كن حرائر خلصا أو إماء خلصا. فلو كان فيهن حرة أو أمة، افرض هو متجوز حرة ومتجوز أمة، يبقى يبات عند دي يومين والأمة يوم، فاهم؟ إنما الحرائر زي بعض. فإن كن حرائر خلصا أو إماء خلصا، فلو كان فيهن حرة وأمة فلا تجب التسوية، وإن كان القسم واجبا فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ولو مستولدة ومبعضة، ولا تجب التسوية بين الزوجات في التمتع بوطء أو غيره، لكنها تسن ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن، لأن هذا أمر قهري، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قول بين الزوجات قيد لابد منه خرج به ما لو كان عنده إماء بملك اليمين، عنده إماء بملك اليمين لا يجب القسم بينهن، ده ملك يمين، فهم؟
فلا يجب القسم بينهن ولا يمنع من وجوب القسم بين ولا يمنع من وجوب القسم بين الزوجات عذر قام بهن كمرض وحيض ورق وقرن واحرام. احدى زوجاته مريضه مرض مزمن، ده ما يمنعش ان يروح يبات عندها يوم وليله في الدور بتاعها. واضح؟ فما يمنعش ايه؟ او حائض، يقول لك ما هي حائض بقى هروح ابات عندها وهي حائض. ايوه، لان المبيت انها تأنس بيك مش السعي كايت جماع. فهمت ازاي؟ وكذا رق، والرق اللي هي ايه؟ يعني لا يستطيع جماعها، ليست لها فرج. وقرن، الفرق بين الرق والقرن ان هو الفرج مخلط بعظم والتاني بلحم. واحرام، طب ما المحرمه لا يستطيع ان يجامعها برضه يؤنسها. يبقى ايه؟ ولا يمنع من وجوب القسم بين الزوجات عذر قام بهن كمرض وحيض ورتق وقرن واحرام، لان المقصود الانس لا الوطأ. نعم، لا قسم لناشزه وان لم تاثم. طب احدى الزوجات نشزت مالهاش قسم بقى لحد ما ترجع لطاعته تاني، خرجت من القسم لحد ايه؟ ما ترجع لطاعته مره. ولا قسم لناشزة وإن لم تأثم. ممكن تبقى ناشزة وغير آثمة، ما هو النشوز ده إثم. لو كانت صبية عيلة صغيرة غير مكلفة تبقى ناشزة غير آثمة. واضح؟ ما جاب لهاش شيبسي وهو رايح يبات عندها ولا المصاصة، ما متجوز عيلة بقى. فهمت؟ فزعلت منه. وإن لم تأثم لنحو صغر فلا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة ولا غيرها. قول واجبة أي على الزوج، يعني كما لا تستحق الناشز أيضا نفقة ولا غيرها. قول واجبة أي على الزوج البالغ العاقل وعلى ولي الصبي المطيق للوطء، فإن جار فالإثم على وليه وعلى ولي المجنون أن يدور به عليهن للقسم إن كان فيه مصلحة أن ينفعه الجماع، بقول أهل الخبرة. في بعض أنواع الجنون لما يجامع يهدأ جنون، علاج من ضمن العلاجات، خلاص يبقى واجب عليه انه ياخده. ولا قضاء عليه بترك القسم وان اثم به الولي. قول وتعتبر التسويه بالمكان، فيدور عليهن بمسكنهن او يدعوهن لمسكنه، والاول اولى انه يروح لهم حيث ساكنين ما يدعوهمش هو المسكن. وليس له ان يدعو بعضهن لمسكن بعض منهن الا بالرضا، ولا أن يدعو بعضهن لمسكنه ويمضي لبعضهن لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهن. ما يجيش واحدة يدعوها لمسكنه والتانية يروح لها لمسكنها، لا، يبقى كل زي بعض. أتدعوهم لمسكنك يبقى خلاص كل واحد عليها الدور، تيجي تقعد معاه. طيب هتروح لواحدة في مسكنها وتدعو البعض، يبقى كده هو وقعت في المشكلة، يبقى في مساواة. واضح؟ لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهن، أو بقرعة أو لغرض كقرب مسكن من يمضي إليها أو جمالها دون الأخرى. قول تارة أي حالة، وبالزمان أخرى أي تارة أخرى. وأقل نوب القسم ليلة بيومها، فلا يجوز أقل منها، ويجوز كونها ليلتين، يعني ممكن يقسم بينهم دي ليلتين ودي ليلتين ودي ليلتين، نمشي على إيه كده، دي أسبوع ودي أسبوع ودي أسبوع ودي أسبوع، ممكن دي شهر ودي شهر ودي شهر ودي شهر. يعني واحد متجوز واحدة في مصر في القاهرة والتانية في اسكندرية، هو راجل تاجر عنده محل في اسكندرية ومحل في مصر، فيروح يتابع محله في اسكندرية ده شهر ويتابع محله في مصر ده شهر، يبقى القسم ماشي معاه مشاهرة يعني بالشهر. طب عنده بقى ايه؟ تجارة في أمريكا، فمتجوز واحدة في أمريكا وعنده تجارة تانية في مصر، متجوز واحدة في مصر ومتابعة تجارته في أمريكا بيتابعها مرة، يقعد سنة في أمريكا وسنة في مصر، يبقى القسم بتاعه ماشي بالسنين. واخد بالك ازاي؟ يبقى سنة هنا وسنة هنا. يا جوز. وأربع شهور، يبقى أربع شهور هنا وأربع شهور. طلع 14 شهور. إيه؟ حتى لو طلع 14 شهور. لا، ما هنا مش حالف، ده هو ظروفه كده، ده هو بيبقى في أمريكا. وهي عارفه ان هي متجوزاه على كده وعارفه. واقل نوب القسم ليله بيومها فلا يجوز اقل منها، ويجوز كونها ليلتين او ثلاثا، لكن الاول افضل
ليه أفضل الأول؟ لأنه اسمته واضحة ومش هينسى، إنما الثاني ما يطول ممكن ينسى ويغلط في العدد. ولا تجوز الزيادة على ثلاث. وإن تفرقنا في البلاد إلا برضاهن، يبقى أكتر حاجة ثلاثة على أساس إن على الرابع. أنا متفقين كده. طب إحنا قلنا سنة وشهر وبتاع، برضاهم بقى. يبقى برضاهم. خدت بالك؟ طب ما هم هيعذروك بقى. ما عذروش يبقى ما يجمعش بين زوجات، ما يتجوزش أكتر من واحدة. وياخدها معاه بقى. كل ما يروح بلده وياخدها معاه. يعني يا رب ده تذهب معاه وهو ما يقدرش يستغنى عن زوجه في البلاد اللي هناك. نعم. يبقى يعمل ايه؟ يطلق دي ويجيب واحده توافق. هنعمل له ايه طيب؟ يشرط عليها من الاول عشان ما يلجاش للطلاق. يقول لها يا بنت الناس انا اصلا راجل شغال في الخارجيه. كل ثلاث شهور ببقى في ماموريه في بلد في العالم. فتحب تسافر معايا؟ تقول له لا ما اقدرش اسافر معاك. قال لها خلاص انا هتجوز واحده ثانيه بترضى تسافر معايا السفريات دي. وخليك تقول له اه ما عنديش مانع عشان تريح منك. لا مبروك جزاك الله خير. يبقى برضاها. قالت له لا، يعني لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا ينسى. يبقى ما يكملش الجوازه بقى، ده كل ده الكلام في الخطوبه. فهمت؟ فما يلجاش نفسه ان هو يعملها كده ويبقى عنده عيال وفي الاخر يفاجئها بالموضوع، تقول لها من الاول. وان تفرقنا في البلاد الا برضاهن فيجوز ولو مشاهره يعني كل شهر ومسانها يعني كل سنه. يبقى مشاهرة يعني كل شهر ومسانها يعني كل سنة. وعليه يحمل قولهم بجواز القسم شهرا وشهرا وسنة وسنة ونحو ذلك. ولا يجوز تبعيد ليلة مطلقا. ما ينفعش دي اقعد عندها نص ليلة ودي نص ليلة. ما ينفعش. فهمت؟ ما ينفعش. لما فيه من تشويش العيش. يعني هتقعد عندها دي من أذان العشاء لحد الساعة 2 الفجر وتروح تخبط على الثانية 2 الفجر تصحيها من النوم علشان تكمل بقية الليلة. ده حياة كرب دي. تشويش ما ينفعش. فهمت؟ بسبب عسر ضبط أجزاء الليل برضه. وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على النساء في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن. قوله أما على رضاهن. قوله أما المكان فيحرم الجمع أي بل يفرد كل واحدة بمكان. وأما الزمان فمن لم يكن حارسا. نقف على حكاية القصر بالزمان دي المرة الجاية عشان نقسم اللي هو إيه الأصل والإيه والتبع. والله تعالى أعلى وأعلم. حرمتوا تتجوزوا على زوجاتكم؟ حرمتوا تبتم إلى الله؟ اللي يعرف الأحكام دي والله يقول لك لو فات ساكت علينا واحد. الحمد لله. أيوه اتفضل. لا الرضاعة ده واجب عليها، واجب عليها الرضاعة. التربية لا، التربية يعني ايه؟ يعني غسيل الهدوم. التربية في حاجة اسمها الرعاية العاطفية، دي واجب عليها. إن تعطف على أولادها وتحسسهم بالأمومة والرحمة. إنما كنا هتقوم بقى تذاكر لهم دروسهم وتصحيهم بدري للمدرسة وتحميهم وتغسل لهم هدومهم وتسرحهم، كل الزيادات دي لتفضل منها. لا، لأن العلاج ضروري. لو كان علاج غير ضروري يبقى تفضل من الزوج. تعمل عملية تجميل، واخد بالك؟ أي حاجات من الحاجات اللي هي غير ضرورية دي يبقى ده تفضل من الزوج. إنما لو علاج ضروري تنزف أتفضل عليها ولا أسيبها تنزف وأقول يلا في داهية خلينا نخلص؟ لازم أجيب لها حد يوقف لها النزيف. فهمت؟ يبقى في حاجات علاج ضروري وهو إيه؟ وهو اللي يغلب على الظن النفع منه. كويس؟ زي نزيفه وقفها، قراجه افتحها. فاهم؟ زايده هتنفجر اشيلها. ده معروف النفع منه غالبا. لكن حاجه مش يعني محتمله النفع ومحتمل عدمه، زرع كلى، كلى فشل كلى. وقالت عايز ازرع كلى، زرع كلى يكلف كام؟ 150 ألف جنيه مثلا. مش واجب عليه بقى، ليه؟ لأنه ممكن يتكلف المبلغ ده كله وجسمها يرفضه بعد شهر. مش مضمون النفع. يقوم يقول لها لا عايزه تعمليها بقى اعمليها بفلوسك.
انا عليا اصرف عليكي في الغسيل الكلوي، اللي احنا حاجه عارفين راسنا من رجلنا. فهمت بقى ازاي؟ وهكذا، مش كل علاج واجب عليه ومش كل علاج مستحب ليه او تطوع. على حسب كل حاجه. والله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.